نشرت الميليشيا الحوثية مدرعات وفرق مسلحة في الشوارع منها ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، كما جرى نصب نقاط التفتيش بشكل كثيف في مداخل صنعاء. وأدخلت ميليشيا الانقلاب كتيبة مسلحة إلى جامعة صنعاء في محاولة منها لقمع التظاهرات، كما جابت شوارع العاصمة عربات مسلحة كل مسلحين معظمهم من صغار السن مدججين بشتى أنواع الأسلحة ومن بينها القذائف الصاروخية RPG. وينضم إلينا من عدن المحلل